صباح الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم. حلقه جديده من صباح جديد على شاشه النيل. النهارده عندنا موضوعين رئيسيين في فقره في صباح جديد. عندنا موضوع عن مجله نور اللي تبع الازهر، اعلنت في مؤتمر صحفي انه في اول مسلسل للاطفال هيعرض في رمضان القادم باذن الله. المؤتمر الصحفي اقيم اول امبارح وكان بيتكلم عن تفاصيل هذا المسلسل. المسلسل هدفه التوعيه الثقافيه والمعلوماتيه للاطفال. المجله اصلا مخصصه للاطفال من سن 8 ل 18 سنه. قررت انها تعمل المسلسل ده في رمضان القادم برعايه وزير التعليم العالي وفضيله الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب. خلينا في تفاصيل أكتر عن هذا المسلسل من خلال فقرة في صباح جديد. الموضوع الثاني النهاردة هيكون عن مشروع سياحي كبير جدا هينطلق في مدينة مرسى علم بتكلفة 10 مليار دولار. رقم كبير جدا، والمشروع في الأساس مشروع كبير. المفروض المشروع هيستغل كل مقومات السياحة اللي موجودة في هذه المدينة. مدينة مرسى علم فيها مقومات سياحية عالية جدا، سواء بيئية أو سياحة دينية أو سياحة شاطئية. هيتم إقامة منتجعات كبيرة على أعلى مستوى، وهيتم إقامة مشروعات لاستغلال هذه المنطقة. احنا عارفين المنطقة دي على سبيل المثال فيها شجر المنجروف، وده شجر مهم جدا للحفاظ على البيئة. هيتم استغلال هذه النباتات، هيتم أيضا الترويج للسياحة الدينية لوجود مقامات دينية مهمة هناك، منهم أبو الحسن الشاذلي. إذن هو مشروع كبير جدا، هو رقم كبير يخصص لهذا المشروع. هنعرف تفاصيله أكتر من خلال موضوعاتنا النهاردة في صباح جديد. طبعا ده بالإضافة للفقرات الأخرى السابتة. عندنا جولة في الصحافة، أخبار أحدث الأخبار المحلية والعالمية. عندنا أيضا أخبار الطقس والمرور. كل ده هيكون معنا إن شاء الله النهاردة في فقرات صباح جديد. ابقوا معنا، نبدأ بعد الفاصل على طول بجولة في أحدث الأخبار. صباح جديد، صباح الخير على كل مشاهدينا في فقرتنا الرياضية السابتة. هنبتدي ناخد سايكل كاملة جديدة لكل عضلات الجسم تقدر تعملها بكل سهولة. السايكل دي هتبقى متميزة شوية أو متخصصة لكل الناس اللي عندها إصابات في أي حتة في جسمها، إن أنا هشتغل بأوزان متوسطة من غير ما يحصل لي مشكلة مع مراعاة الإصابة اللي عندي، سواء أنا عندي إصابة في الكتف، عندي إصابة في الظهر، عندي إصابة في الرجلين، عندي خشونة ركبة، عندي إصابة في الساعد، أي حاجة ليها علاقة بالغضاريف. أنا بتكلم على إصابة الغضاريف اللي هي بتبقى في المفاصل، بعيدة عن إصابة العضلات أو إصابة العظم عشان بس يبقى كلامي واضح. أي حاجة ليها علاقة بإصابة الغضاريف هنتمرن النهاردة إزاي من غير ما الإصابة تزيد، وأبقى أنا كمان بقنن الإصابة وأعمل لها تقويات. هنشوف ده التدريبات التخصصية دي مع دكتور عبد الرحمن بعد الفاصل. ورجعنا بعد الفاصل، احنا مكملين مع بعض حلقاتنا في الجيم. كان جالنا ناس بتشكي من الاصابات في منطقة الكتف. الكتف يا جماعة من اضعف المفاصل اللي بيحصل لها سبورت او ليها دعم في الجسم. ليه؟ لان الكتف الروتيتور كاف بتاعنا او العضلات اللي بتحوط الكتف ده كله وبتحركه بيبقى دايما الاصابات فيها، لانها عضلات صغيره والتحميل عليها دايما كتير. احنا اتفقنا دايما ان لازم يكون في وقت الاصابه ويكون في راحه وبيكون في ادويه منها المسكنات وبساطات العضلات وخلافه من الكلام ده. هو
كان في حد بعد سألنا عن الكورتيزون وأهمية الكورتيزون وإزاي هو ليه إفكت سحري في الأثر في الإصابات، وده اللي كنا عايزين نتكلم عليه بسرعة النهاردة. هو إن الكورتيزون ما هوش زي ما الناس كلها بتعتقد إن هو دواء سيء أو ليه أثار جانبية كتيرة، ده حقيقي ممكن يكون ليه أثار جانبية لكن ده على الاستخدام البعيد الطويل المدى، لكن مش في منطقة الإصابات نفسها أو الحقن الموضعي ليه الإصابات. يعني أنت عندك إصابة في كتفك ممكن يسعفك جدا فيها الحقن الموضعي ده هو إذا كان للكورتيزون أو لحاجة تانية الناس بتتكلم عنها الفترة اللي فاتت، البلازما أو البي آر بي، إنها تساعد على الشفاء أو تحسين الأوتار أو الأنسجة المصابة. فإحنا بنتكلم أو بننصح الناس بالحقن الموضعي، مش إن أنت تستخدمه بشكل سيستميك أو بشكل عن طريق الفم وخلافه، انما في الحقن الموضعي بيكون ليه اثر موضعيا فقط على الاصابه نفسها اللي بتبقى فيها مشكله، وده تقدر تشوف منه نتيجه جيده على المدى القريب وما بيبقاش تكراره كتير، يعني انت ما بتقدرش تستخدمه لفترات طويله. طيب احنا كده اتكلمنا عن الكورتيزون ان هو مش حاجه يعني مش حاجه سيئه اسف زي ما الناس كلها بتتخيل، بالعكس ان هو ممكن يكون فيه منه فايده جيده جدا. دخلنا بقى في التاهيل، الناس عايزه تشوف تمارين او تاهيل لمنطقه الكتف. هنتكلم النهارده عن الشولدر بريس او ازاي تقدر تمارس حركه الدفع الجانبي للكتف من غير برضو اي مشاكل او تعب. هنشتغل بايد واحده، ده اللي بنشوفه في الاجهزه في الجيم، ممكن يبقى الجهاز بايد واحده او الاثنين مع بعض. هنبدا نعد ونحد مع بعضينا، 1 2 3 4 5 6 برضو لحد 10، وتقوم نازل وداخل على ايدك الثانيه، 1 2 3 هتحس بالمفصل بتاعك، 4 لحد 10. زي ما بنتكلم برضو ممكن تشتغل التمرين بشكل اخر وهو التو هاندز مع بعضيهم، ساعتها تطلع بايد واليد التانية وتبدأ تشتغل المجموعة بتاعتك، 1 2 3 بتريح ظهرك على الجهاز عشان ميبقاش فيه مشاكل او تحميل عليه، برضو لحد 10. يبقى انت كده قدرت تشتغل جهاز الشولدر بريس او التجميع الجانبي للكتف. اتكلمنا ازاي لو كان في اصابه في الكتف ده ممكن تتعامل معاها بالعلاجات مع الراحه او ايفن حتى حقن الكورتيزون الموضعي. بعد الكلام ده بتخش في مراحل التاهيل اللي منها لازم يكون فيها دايما جهاز الشولدر بريس او حركه التجميع بالكتف الجانبي. كل ده هو مع بعضيه مع التزام التعليمات هتلاقي ان الاصابه اللي انت بتشكي منها دايما بتبقى احسن وبتتحسن واحده واحده. لازم تقويه يا جماعه من كل الناس، لازم تقويات لاي منطقه فيها اصابه. زي ما بقول لكم دايما احنا مكملين مع بعض حياتنا في الجيم ومستمرين عن دايت وبعيد دايما عن الاصابات، واشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه. مجددا وبنبدا معاكم اولى فقراتنا في هذا الصباح ومجموعه متنوعه من الاخبار والتقارير. بالطبع لابد من الحوار والتواصل بين الثقافات والاديان حتى يمكن مواجهه التطرف وكثير من المفاهيم المغلوطه، ولا سيما يعني التي يحاول البعض الصقها بالدين الاسلامي. للاسف الشديد هناك جهود تبذل في الحقيقه على ارض الواقع من جانب المؤسسات الدينيه، من جانب الازهر الشريف، من جانب وزاره الاوقاف، من جانب ايضا من جانب الكنيسه، حتى يمكن دحض الكثير من هذه الافكار والتاكيد على الوحده الوطنيه وان يعني هناك محبه وسلام وتعايش بين الجميع داخل مصر، وايضا يعني رساله سلام الى العالم اجمع، ولابد من التكاتف لمواجهه هذا الخطر الذي بات يهدد الجميع. وبالتالي نظم بيت العائله المصريه مؤتمرا صحفيا اكد خلاله اهميه الحوار بين الحضارات والثقافات المختلفه من اجل التصدي للارهاب. المؤتمر ده كان بيحمل عنوان معا ضد الإرهاب، انطلق تحت رعاية شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وأيضا البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المقصية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. خطوة جديدة تهدف لترسيخ مفهوم اللحمة الوطنية تتمثل في انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لبيت العائلة المصرية الذي أكد أهمية الحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة من أجل التصدي للإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف.
رسالة للعالم أجمع لتدل على الترابط والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد بغض النظر مسلم أم مسيحي، وهذا هو الذي ندعو إليه، وهذا هو الذي يتبناه الأزهر الشريف من الدعوة إلى المواطنة وإلى قبول الآخر. فهذه رسالة واضحة للجأ للعالم أجمع بأننا نسيج واحد في وطن واحد. مصر ليست هي مصدر الإرهاب، إنما هي بتصحح المفاهيم من أجل القضاء على الإرهاب والحد منه، ليس في الشرق الأوسط فقط ولكن في العالم كله. خلال المؤتمر أشاد الدكتور محمود حمدي زقزوق الأمين العام لبيت العائلة المصرية بنموذج التكاتف بين أبناء الشعب المصري وبالدور الذي يقوم به بيت العائلة المصرية بدعم من الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة البابا لتفعيل ذلك النموذج. زي ما قال قداسة البابا، إذا هدموا الكنائس هنصلي في المساجد، وإذا هدموا المساجد هنصلي في الشوارع. يجب تكاتف الجميع صف واحد، لا فرق بين مسلم ومسيحي، فالجميع يجب أن يقف صف واحد في مواجهة الإرهاب. الحضور أكدوا أن المصريين لن يفرقهم دين أو عقيدة، بل تجمعهم المواطنة ويواجهون الإرهاب والتطرف وكل أشكال الكراهية معا، ويعملون على رفعة هذا الوطن منذ آلاف السنين، والتاريخ المصري خير شاهد على ذلك. علي فتحي، النيل. طب خلينا نروح معكم لموضوع آخر، وموضوع التنمية في سيناء، هذه البقعة الغالية علينا جميعا، وجهود الدولة لرفع المستوى المعيشي في بعض المناطق وخاصة مدينة بئر العبد اللي شهدت مؤخرا بالطبع هذا الهجوم الإرهابي الغاشم. هناك محاولة للنهوض بهذه المدينة بالطبع وتوفير كافة الخدمات لها، وده بيأتي في إطار كمان أن وزارة التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية وقعوا للتعاون بهدف توفير السلع الغذائيه لمدينه بئر العبد والقرى التابعه لها بمحافظه شمال سيناء. ده هيتم محمد من خلال انشاء حوالي 24 فرع لجمعيتي في مدينه بئر العبد، وهناك يعني اتجاه ل يعني نقله نوعيه كبيره في محافظه شمال سيناء عموما ومدينه بئر العبد على وجه الخصوص. التفاصيل في التقرير التالي. بهدف إحداث نقلة نوعية لأهالي محافظة شمال سيناء في مجال التموين، وقع محافظ شمال سيناء ووزير التموين ووزير التنمية المحلية بروتوكول التعاون، والذي يهدف إلى افتتاح 24 فرعا من فروع مشروع جمعيتي التابع لوزارة التموين. لابد أن احنا نبص محافظة شمال سيناء، وهي جزء من الخطة القومية لتطوير التجارة الداخلية، فبالتالي هيبقى في منطقة لوجستية في بير العبد ومنطقة لوجستية في الحريش، وبير العبد هتخدم على الخط اللي هو القرى تبع بير العبد، والحريش مع الشيخ من مع رفح والشيخ جويد والمنطقة الأخرى. المناطق اللي هي فيها الأماكن جاهزة دلوقتي، أو لو حتى لو في بدالين اللي هم البقالة يعني جاهزين في أي قرية، إن احنا ياخد تصديق أو ياخد التصريح بان هو يبقى يفتح مكتب بقاله اساسا، بس بالاسعار بتاع الجمعياتي اللي هي الاسعار اللي تعود بالفايده على المواطن ان شاء الله. المشروع الذي اطلقته وزاره التموين يهدف الى تغطيه المناطق المحرومه والقرى التي تبعد عن المجمعات الاستهلاكيه والمناطق الحيويه. عندنا من 3 ل 6 اشهر هنحدث نقله نوعيه في الامل والعمل في 24 قريه ومدينه بئر العبد ان شاء الله. كويس، حسب ما وعدنا الاهالي هناك. كويس، الكلام ده بيتابع يوميا واسبوعيا. 24 قريه تابعه لمدينه بئر العبد يهدف البروتوكول الى دعمها بمشروعات تنمويه واقتصاديه وتوفير فرص عمل للشباب. عمر حمزه، النيل. بالطبع دائما ما نؤكد أن مواجهة الإرهاب هي ليست مواجهة أمنية فقط، لكن هي مواجهة فكرية وثقافية واقتصادية واجتماعية، ومواجهة على مختلف المستويات حتى يمكن بالفعل مواجهة الكثير من الأفكار المتطرفة اللي هي ربما قد تكون لدى البعض. وبالتالي على المؤسسات الثقافية اللي هي موجودة أن تقوم بدورها في هذا المجال، ومن ضمنها مكتبة الإسكندرية اللي بالفعل وضعت برنامج للتعامل المباشر مع التطرف كداء يجب استئصاله والحد منه في مصر، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيضع هذا الأمر على قائمة أولويات هذا الوقت.
دكتور مصطفى الفقي كان له تصريح بالأمس بخصوص هذا البرنامج، وقال أنه حيكون له ثلاث مستويات، كل مستوى حيخاطب فئة معينة من الجمهور المستهدف. الفئة الأولى بتستهدف الأطفال، وحتستهدف تلاميذ المدارس في مدن وقرى مصر. حيتم بناء برنامج لغرس الإبداع الفني والأدبي لديهم وتنمية مهاراتهم وتثقيفهم، وسينطلق هذا البرنامج من مكتبة الإسكندرية وبيت السناري في القاهرة ليمتد إلى كافة المحافظات بحري وإبلي. المستوى الثاني متعلق بالشباب الجامعات تحديدا، وهيكون من خلال توجيه سفارات المعرفة عددها 20 لبناء برنامج تثقيفي لتنشيط الجامعة في مجالات التاريخ الفرعوني والثقافة القبطية والثقافة المصرية المعاصرة، وده بالتأكيد مع على الهوية المصرية. المستوى الثالث خاص بالشباب بصفة عامة، وده من خلال برامج عامة مفتوحة للشباب مع مكتبات مصر العامة، مع مراكز الإعلام، مع قصور الثقافة في مختلف المدن في المحافظات المختلفة، لبناء حوار ثقافي علمي مع الشباب وبناء وعي وطني، وأيضا يعني لمناقشة كل الموضوعات وكل ما يطرأ على بال الشباب من مشكلات ومن موضوعات ومن أفكار، بحيث لا يوجد مجال حينها لأي مساحة لأفكار متطرفة أو عنيفة. طب خلينا إلهام، زي ما احنا متعودين نتعرف على احوال الطقس والبرد اللي احنا موجودين فيه، هي الموجه طبعا بتشمل المنطقه كامله، يعني مش عندنا بس الحمد لله في تحسن تدريجي زي ما احنا حاسين بالطبع. خلينا نتعرف مع الدكتور احمد عبد العادل رئيس هيئه الارصاد الجويه على احوال الطقس. صباح الخير دكتور. حضراتكم وعلى الساده المستمعين المشاهدين، الى ماذا تشير خرائط الطقس دكتور النهارده ان شاء الله وكمان في الايام المقبله؟ يعني احنا ما زلنا في تحسن في الاحوال الجويه منذ بدايه الاسبوع، الطقس بيبقى معتدل على كافه انحاء الجمهوريه في النهار، بيبقى شديد البروده ليلا على كافه الانحاء، ما زلنا بنحذر من الشبوره المائيه في المساء وفي الصباح الباكر على الساحل الشماليه حتى شمال الصعيد مرورا بالوجه البحري والقاهره ومدن القناه. بالنسبة لغدا تبدأ فرص سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية، نقصد بها السلوم سيدي براني مرسى مطروح، تصل خفيفة إلى الإسكندرية. بعد غدا أيضا فرص سقوط أمطار، أطوار من بداية السبت والحد تبقى الأمطار غزيرة على السواحل والوجه البحري، وتصل خفيفة جدا إلى القاهرة يوم الحد إن شاء الله. طب مستوى الأمطار يا فندم، يعني هل هو مستوى معقول ولا ممكن نحذر الناس من القيادة أو السفر أو يعني من أي مخاطر؟ يعني هي الخميس والجمعة تبقى خفيفة على السواحل، السبت هتشد شدتها يعني تبقى متوسطة، لكن عامة احنا دايما بنحذر ان أثناء القيادة وفي امطار ايا كانت حتى لو خفيفه فالارض تبقى زلقه، فنرجو ان تخف السرعه عشان اقدر اتحكم في السياره. والامطار ايضا في الصباح الباكر بتبقى عامله شبوره، فعشان كده بنحذر كل السائقين بيطبق تعليماتهم بكل دقه حفاظا على ارواح الجميع. طب دكتور احمد، احنا شفنا الفتره اللي فاتت الامطار في المحافظات الساحليه في اسكندريه وبورسعيد وبعض المحافظات عملت بعض الخسائر وجت على بعض المباني والمنشات الموجوده على الساحل غمرتها، ويعني هل يعني من فرصه لتكرار اللي احنا شفناه الفتره المره اللي فاتت؟ طبعا لا، هي يمكن ما كانتش الامطار لوحدها، كان سرعة الرياح القوية هي اللي يمكن أدت إلى هذه الخسائر كلها، لكن احنا عموما ما عندناش نشاطات رياح في المطر اللي جاي دون، وحتى الأمطار مش هتبقى بالغزارة اللي نزلت بيها الخميس والجمعة السابقين. تمام، هل بعد الموجة ده دكتور يعني ممكن ربما نشهد موجة زي الأيام اللي فاتت من الرياح الشديدة والطقس البارد، ولا هتبقى مجرد سقوط أمطار فقط وجو إلى حد ما يكون في نوع من البرد يعني؟ يعني ما ننساش ان احنا في فصل الشتاء، ودي سمات فصل الشتاء ان بيبقى فيه رياح وفيه امطار، وطبعا احنا لسه في بداياته، فاكيد طبعا هنشهد ايام هتبقى فيها امطار ورياح وايام اخرى هتبقى الجو كده. متشكر لحضرتك جدا دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه، وصباح الخير لحضرتك يا فندم. شكرا يا فندم.
بما اننا كنا نتكلم عن الطقس وحاله البرد، احنا لازم ندور على اساليب لرفع المناعه في جو الشتاء القارس للاطفال وللكبار على حد سواء. الدكتور مجدي بدران عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه واستشاري الاطفال قال انه الوقايه من نزلات البرد بتبدا من الانف والفم، هم يعني من الانف والفم هم البدايه لدخول البرد لجسم الانسان، ويكون الطريق عن طريق تدفئه جيده، لانه انخفاض حرارة الجسم هو اللي بيؤدي إلى ضعف المناعة وبالتالي بيؤدي إلى أدوار البرد. كمان أوضح أن عند برودة الجلد خاصة القدمين والرقبة بتضيق الأوعية الدموية في الأنف والحلق، ما يسبب انخفاض تدفق الدم وانكماش الدورة الدموية في الأنف. لذلك أوصى الدكتور مجدي بدران بتغطية الأنف والرقبة بصورة مستمرة خلال المرور في الشوارع الباردة وارتداء الجوارب خاصة ليلا. كمان دعا إلى الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين سي مثل الجوافة والكيوي والفلفل الملون والفراوله والبرتقال والليمون والثوم والبصل الاخضر، والامتناع عن التدخين السلبي والايجابي، شرب الاعشاب الطبيعيه خاصه الزعتر والبرداوش وورق الجوافه. هو من رحمة ربنا الحمد لله انه الفيتامين سي موجود في كافة انواع الخضروات والفاكهة، يعني غير مرتبط باسعار عالية او قليلة، فهي في متناول الجميع. البرتقال والليمون من ابسط يعني الفواكه اللي ممكن الواحد ياخدها بمنتهى البساطة، عصير الليمون والبرتقال، ايضا الثوم والبصل في متناول الجميع. لكن ايضا عايز اقول انه الفاكهة زي ما لها دور كبير في التأثير على يعني رفع المناعة، لها ايضا في رفع معنويات الانسان. ووفقا لدراسه قالت برضو انه تناول الفاكهه الكثير له تاثير فعال على المخ بما تحتويه على مضادات الاكسده، فاللي بياكل فاكهه كثير هتلاقي معنوياته مرتفعه وتلاقي يعني يومه يعني مشرق ويومه كده يعني. كمان الدراسه بتاكد ان يعني تناول الفاكهه بتخفض الضغوط النفسيه اللي بيواجهها الانسان يوميا في العمل والحياه بشكل عام، فضلا عن الاكتئاب والضعف الجسماني والنفسي خاصه بعد ان يتعدى الشخص 30 من عمره. يعني وبالتالي يعني بالتالي يعني اعتقد ان احنا دي حاجات طبيعيه ممكن الجسم بيستفيد منها واللي احنا بنركز عليها طبعا. لا وعلى فكره الفيتامين سي يا محمد يعني الناس بيختلط عليها الامر احيانا انه موجود بس في البرتقال والليمون، لكن هو موجود في حاجات ثانيه كتير من اهمها مثلا الفلفل. يعني الفلفل من الحاجات الناس ما تتوقعش انه فيها فيتامين سي كتير، الجوافه فيها فيتامين سي عاليه جدا. طب خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر كمان الهام حول النصائح الطبيه في هذا الامر مع الدكتور محمد الحوفي استاذ الاغذيه بجامعه عين شمس. صباح الخير دكتور محمد. صباح الخير، اهلا بيكم. يعني اهم الاغذيه يا فندم والفواكه اللي احنا نركز عليها في فصل الشتاء، عشان طبعا لو في حد عنده لا قدر الله نزلات برد بتساعده على هذا الامر بالفيتامينات اللي هي موجوده بداخلها. هو طبعا يعني في فصل الشتاء ربنا حبانا بمجموعه كبيره جدا من الفيتامينات اللي هي الغنيه بفيتامين سي، زي طبعا البرتقال وزي الاستفندي والمندرين، طبعا الجوافه برضو مصدر غني جدا جدا بفيتامين سي، مازال الرمان برضو موجود في السوق لغايه دلوقتي في الثلاجات برضو غني جدا جدا بفيتامين سي، الجريب فروت نفس الحكايه، الليمون طبعا معصير الليمون. ودايما بننصح الواحد لما يروح اي اماكن عامه ويطلب ليه اي درينك، اكتر درينك امن من الناحيه الصحيه هو عصير الليمون، لان البي اتش المنخفض في عصير الليمون بيخليه يعني بيئه غير مناسبه لنمو الميكروبات اللي هي ميكروبات التلوث. طبعا فيتامين سي ده بيلعب دور كبير جدا في تقويه الجهاز المناعي للجسم، وفي نفس الوقت كمان مهم لطبقه الكولاجين اللي هي تحت طبقه تحت الجلد، ودي مهمه برضو ان التقلبات الجويه وانخفاض درجه الحراره احيانا بيكون ليه تاثيرات سلبيه على الجلد، خصوصا جلد الاجزاء المعرضه من الوجه واليدين يعني. طبعا عندنا كمان الخضروات، يعني عندنا خضروات جيدة جدا، عندنا السبانخ وعندنا الملوخية، دي برضو من الخضروات اللي هي الغنية جدا. الفلفل الفلفل كمان في كميات مضاعفة يمكن أكتر كمان من الفاكهة، اللي هو الفلفل الحامي والفلفل حتى الحلو برضو غني جدا جدا بفيتامين سي، فممكن نضيفه للسلطات للجبن للحاجات دي أثناء الوجبات
نخلته في عمليات الطبخ برضو ليه نخلته بانواع اخرى من الخضروات. البصل برضو يا دكتور، البصل البصل طبعا في مركبات كتيره جدا برضو انتي ميكروبيال ضد نمو يعني انتي ميكروبيال يعني ضد نمو الميكروبات. البصل البصل والثوم بيمنع نمو كتير جدا من الميكروبات. دكتور محمد هل في يعني طريقه لتناول الفاكهه والخضروات؟ يعني احيانا بينصح بعدم مثلا طهي الخضروات وان اكلها ني بيكون افضل، والفاكهه او تكون فريش او متقطعه ما تتقطعش قبلها بفتره. هل الطرق دي بتاثر على فعاليه الخضروات والفاكهه؟ فعلا سؤال مهم جدا. ان فيتامين سي دايما فيتامين حساس قوي لعمليات الاكسده، لان هو الاكسجين بتاع الهواء باكسده. فهنا يعني يفضل ان احنا يعني ما نجهزش مثلا فروت سلطات قبل الاكل بساعات طويله، حتى بنلاقي طبعا اللون بتاعه بيتغير بيتغير على طول يعني. فهو يفضل ان احنا طبعا ناكلها فريش، والفواكه كمان يفضل ان احنا ناكلها كامله احسن ما ناكلها من نشربها عصير، علشان نستفيد بالالياف الكتيره اللي هي الموجوده في الفاكهه. والالياف دي طبعا مهمه قوي في تقليل الكوليسترول الضار طبعا، وتقليل الدهون الثلاثيه، وتقليل امتصاصها بالنسبه للدم. كمان لما نيجي نقشر البرتقال في الطبقه البيضاء دي ما نشيلهاش لانها كلها الياف، لان احنا بنحاول نشيلها خالص. دي طبعا طبقه جدا كلها الياف ومفيده جدا للجسم. احنا بنشكرك دكتور محمد الحوفي استاذ الاغذيه بجامعه عين شمس. نطلع بره جمهوريه مصر العربيه شويه ونروح شويه للسياحه. الحقيقه يعني المملكه العربيه السعوديه من الدول اللي ما بنتكلمش عنها عن السياحه كتير، ما فيهاش غير بالنسبه لنا معلوماتنا البسيطه عنها عن السياحه الدينيه والمزارات الدينيه، لكن واضح انه برضو فيها اماكن يعني جميله وتتزار، وفيها اماكن ممكن انها توفر وسائل ترفيه كويسه سواء للمقيمين او للزائرين. على سبيل المثال هناك محمية اسمها محمية ريم البرية، الحقيقة بتوفر يوم ظريف وقضاء عطلة ظريفة لأهالي المملكة بعيد عن ضغوط الحياة والاستمتاع بالحياة الطبيعية. واضح من الحديث عنها ان هي فيها حياة برية يعني طبعا طبيعية. يعني هي في حياة برية كتير في السعودية، اعتقد اللي فيها هي متميزة بالمناظر الطبيعية الخلابة، وفي محاولة لتنشيط هذا الجانب في المملكة العربية السعودية كمان الهام مع التوجه الان في المملكة لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط بشكل كبير. فبالتالي في محاولات هنا داخل المملكه من الطابع التقليدي للمملكه اللي هي فقط تتعلق بال على ممكن ان احنا معانا تفاصيل اكثر في سياق التقرير التالي. على بعد 70 كيلو مترا فقط من العاصمه الرياض، اصبح بمقدور السعوديين الان قضاء يوم عطله بعيدا عن ضغوط الحياه الحديثه والاستمتاع بالطبيعه في محميه بريه. محمية الريم البرية يأتي لها الزوار لممارسة أنشطة متنوعة مثيرة تشمل قيادة الدراجات النارية على الكثبان الرملية، والتزلج بألواح خشبية على الرمل، وركوب الخيل والرماية بالرمح وغيرها. يوم في الصحراء كفيل أنه يرجعك مرة ثانية بطاقة إيجابية لعملك، تبدأ حياة جديدة ثاني مرة. فهذه كانت فكرة المشروع، تطور مع فترات أخرى، صار فيه مبيت صحراوي، صار فيه رحلات صيد بالصخور، رحلات صيد بالكلاب، ركوب خيل، دبابات، دونينج، عدة مجالات بيئية. ويتيح قضاء يوم في الصحراء للزوار تجربة جانب جديد لطبيعة المملكة الصحراوية، كما يوثق صلتهم بتراث آبائهم وأجدادهم. مرة جميل، أنا ما توقعت صراحة الرحلة بهذا الجمال. بروح البر، عرفتي، تشوف أشياء مختلفة، بس أول مرة أشوف خبرة من هذا النوع، صيد وهذا وحركات يعني، فأجواء رائعة. تأتي هذه الرحلات في إطار جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للترويج للسياحة الداخلية في المملكة، في وقت تعمل فيه الرياض على تقليص اعتمادها على عائدات النفط. وتقدر الهيئة أن السعوديين ينفقون أكثر من 20 مليار دولار سنويا على السياحة في الخارج، وترى أن إقناع مزيد منهم بقضاء عطلاتهم داخل البلاد
سيقلل ذلك الاستنزاف لاقتصاد المملكة. والله مشاهد كويسة. أنا واحد هشوف في الفترة القادمة مشاهد مختلفة في المملكة العربية السعودية، والستات الحقيقة بدأوا يعني يستمتعوا أكثر بالحياة وبالوسائل الترفيه المتاحة لديهم في المملكة. طيب، ما هو قادم أخبار الرياضة وجولة في أخبار الملاعب؟ حالا الزميل محمد عبد الحكم مع تفاصيل الأخبار الرياضية. إليك محمد، صباح الفل. صباح الخير.